راح اجرب العب بحساب قيمته اكثر من 5000 ريال، وفي المقابل بلعب بحساب ما يسوى ريال. راح نشوف الفرق بين الحسابين ونشوف ردة فعل الناس على الحسابين، والسؤال هو هل يستاهل تصرف فلوس على فورتنايت؟ خلينا نشوف. اول شيء راح نبدا مع الحساب اللي قيمته 0 ريال. حرفيا هذا الحساب فاضي، ما فيه ولا شيء، كلها سكنات مجانيه. ثلاث سكنات وكلها مجانية. أول شيء كم سكن فيه؟ تقريبا مكتوب هنا موجود 374 سكن، في أشياء نادرة زي شيطون، في هذا الشرطي نادر، وش كمان نادرة؟ ترافيس مرة نادر، سكن الجالكسي الثاني نادر، كمان في هذا سكن الجالكسي نادر، في سكن التويتش برايم الحزمة الثانية هذا مرة نادر، ونفس الشيء البكاكسات، وهذه فقط مظلات الفوز والمظلات المجانية. حرفيا الحساب ما يسوى ريال. خلينا نشوف الرقصات. كم رقصة؟ في 850 رقصة. خلينا نشوف النادر وش انت مسوي لها مفضلة. لا. المهم مليانة رقصات، وفي رقصات نادرة. والبكاكسات في 234 بكاكس، اكيد طبعا في بكاكسات نادرة. راح نختار لوك من هذه الاشياء، ايش رايك عبود؟ ايش نختار؟ الموزة؟ اختار الموزة. يلا الموزة، نحاول نتكشخ بالحساب هذا المطف. طيب السمكة ما فيه. السمكة السمكة بالبكاكس، ايش رايك؟ هذا ولا هذا؟ ديم هذا كذا شكل حلو. اي اختار خلاص كذا يبان اني غني، بس هذا ولا شيء. المظلة هذه عشان قديمة شوية، السيزون الثاني تشابتر الثاني. خلاص كذا توقع جاهز. خلينا نختار طقم. يلا اختار سكين شيطون ولا مين؟ سكين الشرطي وحط شنطة شيطون. هو هذا نادر يعني؟ خلاص طيب، على كلام اخوي الصغير يقول هذا نادر، خلينا نختاره. والشنطة خلينا نحط شنطة شيطون. وين هي بس؟ تعرف وين؟ ها اوه ماي جاد، شنطة شيطون مع هذا السكن مرة حلوة. طب البكاكس، هذا البكاكس حلو يا اخي، خلاص ما يحتاج. والان خلينا نجرب ونشوف ردة فعل الناس على سكناتنا. الان راح نجرب ندخل طور الحفل الملكي، هذا الطور مليان اغنياء ومليان نادرين يهايطون برقصاتهم واغراضهم. راح اشوف ايش ردة فعله مع الحساب المطفر. اوكي موزة، هلا الموزة، هذه موزة زي المفروض تحبني، اعطيني وجه. اوكي تعالي تعالي الموزة، خلينا نشوف ايش ردة فعل الناس على حسابي هذا. ابو عادل، هل يحترمون الشخص المطفر في الحفل الملكي ولا لا؟ خلينا نشوف. يلا بروح قدامهم، هذول نادرين واغنياء. اوه بنت الزومبي الوردية، بوقف هنا اشوف ايش، هل في احد بيعطيني وجه؟ لا برقص، هم يعرفون يرقصون هنا، حرفيا ما في احد جالس يعطيني وجه. بجي عند الناس. طيب انا ولا معبرني. هاي الو ارقص كلمني، ايش فيك؟ طب ارقص، لا ارقص، اعطيني وجهي يرحم امك. اوكي يلا بدينا. فهد محمد الهاجري والنعم، كيف حالك؟ هدي هدي، ايش رايك فيني؟ ايش هذه يعني انا فزت؟ كفو والله حبيبي، خليني اروح اشوف يلحقني ولا لا، خلينا نشوف ايش ردة فعلهم. ها اوه يلحقني، قبل شوي ما حد يلحقني. اوكي اذا كنت غني راح يعطونك وجه. خلينا نشوف عند ذولي الاشخاص المتجمعين. الو خلينا نرقص قلب، طبعا لازم الحب. في احد بيعطيني وجه من هذولي؟ هذولي اغلبهم مأفكين شكله. لو نجي هنا ايش عندهم هذولي؟ فراشات. الو خليني اعطيها قلب ذي. تقولي لا؟ ايه انا ايوه انا ولد. ما تبغين؟ كيفك انت الخسرانة؟ طماطم انت الطماطم. الو اعطيها قلب ذي. اوه هلا هلا، ايش يابا هذا؟ ايش في رقصة نادر؟ خليني ارقصها. وين؟ اوه يعطيني قلب يا عيال. يابا يتكلم. لا معليش مو ذحين. ها تويتش يلا. ها شفتوا كيف يعطوني وجه؟ قبل مسكين ما حد يعطيني وجه، حرفيا مو جالس يعطيني وجه. بحاول بحاول انا اروح. يلا هارلي كوين، هارلي كوين ارقص.
حرفيا ما في احد معبرني. طيب انت الزومبي تكفين، انت غنية، ارقص. طيب هذا موجود، يمكن هذا بنت الزومبي مأفك. اعطيني وجهي يا اخي. خلاص الان راح اجرب العب سولو، بشوف هل الحساب المطفر يساعدني ولا ما يساعدني. غالبا الناس يشترون سكنات بنات عشان تكون نحيفة وتساعدهم على الفوز، لكن انا حطيت هذه الموزة الكبيرة. عاد لازم فوز بالحساب المطفر، انا مع المطفرين. انا ما العب بهذا الحساب، شوفوا كل شيء مقفل الخريطة ولا مدينة مفتوحة. على طول اكيد ننزل ميجا سيتي، راح نجلدهم جل واثبت ان المطفر هو اقوى واحد في اللعبة ان شاء الله. بس ما نجلد من اول شيء، ما حميت ولا اي شيء، هذا اول جيم في اليوم كله. وينكم؟ ما في الا كم في هنا، واحد وفي كثير، شكلهم خايفين مني. يلا يلا بسم الله. لا 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 لا، لازم انزل هذا البيج هاوس، انزل على السلاح اول شيء. لا مو بهذا السلاح، لا اعطيني، تعالي وايت هذا. اوه مع شوتجن، لا ما طول، حصل شوتجن بسرعة. شكل اللعبة ما تحب المطفرين. جيجي. طيب الان راح ادخل سولو واشوف هل مستواي بيتحسن مع السكنات النادرة، يمكن يشوفوني يخافون ما اعرف. يا جماعة اللي حاب يدعمني يستخدم كود CRC في الايتم شوب. خلينا اكتب كود CRC، راح يساعدني مرة كثير وشكرا لكم. يلا بسم الله دخلنا جيم، نجرب اللعب مع الحساب النادر. ايوه شوف هذا الحساب، تقريبا كل المدن مفتوحة، لكن زي الحساب اللي قبل راح ننزل ميجا سيتي. كالعادة بحاول انزل البيت الكبير، هذا تقريبا افضل بيت في هذه المدينة. بس ان شاء الله الحق، نزلت شوية تحت. يا رب هنا سلاح حلو. كويس كويس. في معي ناس. حلو 19. في ناس ثانيين. اوكي خلينا الوت احسن لي ذحين. الحساب اللي قبل على طول مت، نشوف هذا الجيم لوين نوصل. بس هبا شاتجن ذحين بوم. حلو دروع، اغراض حلوة. ما ابغى هذا بس خليني اخذه. اوكي. عاد بحاول اعرق عشان ما اتفشل بهذا الحساب، حساب نادر واخر شيء اموت بسرعه، ما ابغى هذا الشيء. اوكي خلينا نشرب درعين. وين الناس؟ اوه خلينا نشوف. لا انا جبت هاي الوايت. او لا لا لا، يا اخي ايش صاير؟ يا رب ما اموت، دمي سيء. جاني واحد ثاني، يا رب يا رب، حاجة حلوة. الحمد لله ميدكت. هنا ضبطت وضعي وقررت ادرعم. هو جالس يشرب معناه دوايت. سوي دف. اوه. حلو. واحد ثاني قريب. حلو حلو، الحمد لله ما مت من اول واحد. بعد ما ضبطت وضعي هذا اللي صار. اوه اوه. وات؟ دخل. وات؟ دقيقة دقيقة. ما دخل كيف؟ اوه واحد تمام. اوه ما معي موارد. لا جيجي يا اخي صعب، جالس اصور والعب في نفس الوقت، البي سي حقي تقريبا ما يتحمل. شكرا على المشاهدة، لا تنسون اللايك والاشتراك. سلام.